السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد من محل يوسر شوب. جيت نوريكم دابا الموديلات كيفاش كيجيو مبوسين اللي ديجا وريتكم في الفيديو اللي كان قبل، ونشرح لكم الطريقه ديال البيع عبر الانترنت او الطريقه كيفاش تشريو من عندنا من الانترنت. بالنسبه للبنات اللي كيعجبوهم الموديلات ديالنا وهما ما كاينينش في كازا، كيفاش ممكن نوصلوا لهم حتى للدار ديالهم؟ اول حاجه كديري كابتشور ديكرو الموديل اللي عجبك، يا اما من هنا عندنا في اليوتيوب اولا في الفيسبوك، لاباج فيسبوك اولا لاباج في الانستغرام. غادي تشوفي الموديل اللي عجبك، غادي تصيفطيه لينا في نمره الواتساب اللي دائما كنخليها لكم في التعليق الاول. غتصيفطي الموديل اللي عجبك، غتصيفطي لاطاي اللي كتلبسي، واللي ما كتعرفش لاطاي ممكن تعبر لينا مثلا غير الكتاف بواتخين، شوفي هي شنو بغات تعبر بالضبط، وتصيفط لينا العبار، حنا نقيسوه مع الموديل اللي راها باغيه وتصيفط لا كوموند ديالها حتى توصلك للدار ان شاء الله. الليفرو اللي غادي يجيبها لك غادي تخلصي، غتخلصي في البياسه اللي خديتي، وغادي وعاد 50 درهم ديال الامانه. ودابا غادي نوريكم الموديلات كيفاش يجيو من البوسي. كاين البنات حتى هذا الموديل، هذا شوميز واعره كتجي غزاله في اللبسه، فيها بزاف تلوينات، موديل رائع وراقي خصوصا البنات اللي كيبغيو الواسع من التحت. هادو اللوينات البنات ديال هاد الموديل اللي وريتكم ملبوس، فيه البيج وفيه الغوز، كيجي غزال في اللبسه رائع. وما تنساوش بلي راه عندنا اللبسه كامله، بالنسبه اللي كتلقى مشكل في تنسيق اللبسات حنا ممكن، كي قلت لكم حنا ممكن نسقوا لكم اللبسه دو ا زد، يعني البنطالون الفولار كل شيء. مرحبا بالنسبه للبنات اللي في كازا، راه مرحبا بكم. المحل ديالنا في كازا الحاج فاتح، الجهه ديال الولفه، الا وصلتو غير حدا جامع الحاج فاتح اون فاس معاه كاينه واحد المخبزه سميتها فضاء بلادي، كتدخلي مع الزنقه ديال فضاء بلادي واحد 100 متر كيبان لك المحل على اليمين. جينا في الشوكه اللي في ديك الزنقه. وهكا البنات كتكون لا فيديو ديالنا سالات، شكرا على التتبع ديالكم، وما تنساوش لي لايك. مع السلامه.